هسه الآن يأتي هذا التساؤل، ما هو الفارق الأساس بين المعتزلة وبين الإمامية؟ الفارق بين الإمامية والأشاعرة واضح، طبعا أتكلم على مستوى بحث الإمامة لا على مستوى بحث النبوة لا على مستوى بحث التوحيد، له أبحاث أخرى، أتكلم على مستوى البحث العقدي. ما هو الفارق الأساس بين أو النظرية الاعتزالية والنظرية الإمامية الاثني عشرية في مسألة الإمامة لا في المسائل الأخرى؟ الجواب أن المعتزلة يعتقدون بصحة خلافة الأول والثاني والثالث، يعني يقولون أن خلافة أبي بكر صحيحة وشرعية، وخلافة عمر صحيحة وشرعية، وخلافة عثمان صحيحة وشرعية. هذا أولا. وثانيا اختلفوا فيما بينهم من الأفضل، هل الأفضل علي بن أبي طالب أو الأفضل أبو بكر وعمر؟ هنا انقسم المعتزلة إلى فرقتين، إلى صنفين، صنف يرى بأفضلية علي وإن كانت خلافة أبي بكر وعمر شرعية، إلا أنه يقبلون بتقدم المفضول على ماذا؟ على الفاضل. وصنف يقول لا، أن الترتيب بينهم على ترتيب الخلافة الزمنية التي وقعت لهم. أما مدرسة أهل البيت فهي لا تعتقد بأن خلافة الأول والثاني والثالث خلافة ماذا؟ خلافة شرعية. لماذا؟ باعتبار أنهم يعتقدون أن الخلافة إنما هي لعلي بالنص الثابت عندهم، بغض النظر أن مدرسة الصحابة يوافقون أو لا يوافقون. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المعتزلة ليس الأئمة عندهم 12، ولكن مدرسة أهل بيت الأئمة عندهم ماذا؟ 12. المسألة الثالثة أن المعتزلة لا يعتقدون بعصمة الأئمة، ولكنه أئمة أهل بيت أو مدرسة الإمامية يعتقدون ماذا؟ بعصمتهم. المسألة الأخرى أن المعتزلة لا يعتقدون بحياة الإمام الثاني عشر وهو المهدي المنتظر، بخلافه ماذا؟ مدرسة أهل البيت. أحسنتم. إذن الفوارق كبيرة جدا بين المعتزلة وبين ماذا؟ الإمامية. وبين الإمامية، فضلا عن الأشاعرة والنهج الأموي والمدرسة الأموية.